أهلا بكم مشاهدي الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. والبداية من تقرير لصحيفة المدى حول سلم الرواتب ومحاولات لتلميع السياسيين بأنهم سوف يطبقون القانون وهو شبه مستحيل، حيث شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد أمس الاثنين انطلاق تظاهرات لموظفي الدولة من مختلف المحافظات لتعديل سلم الرواتب، فيما أكد مختصون بالشأن الاقتصادي صعوبة إقرار السلم الجديد الذي تتحدث عنه الحكومة في الوقت الراهن. وذكرت صحيفة المدى بشأن تحركات الكتل السياسية ووعودهم بإقرار سلم الرواتب بأن السياسيين يحاولون دائما تلميع صورتهم بوعود بعضها غير قابل للتحقيق وبعضها مرهق لموازنة الدولة، وبالحصيلة القضية لا تحمل أي شكل من الإصلاحات. تطبيق سلم الرواتب الجديد يحتاج لإضافة مبلغ 8 إلى 11 تريليون دينار والعمل مستمر لإقراره، فيما رد الأكاديمي والمتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي أن سلم الرواتب الجديد بنش أو انتحار اقتصادي دون تجاوز برميل النفط 100 دولار. وأضاف المرسومي إذا كان تطبيق سلم الرواتب يتطلب إضافة تخصيصات مالية تصل إلى 11 تريليون دينار إلى الموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون، فهذا يعني أن سلم الرواتب لن يقر لا في هذا العام ولا في الأعوام القادمة إلا إذا ارتفع سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار، وبخلاف ذلك فهو إما بنج عام أو انتحار اقتصادي. وفي هذه الأثناء قال المختص الاقتصادي درغام محمد علي في حديث للمدى إن السلم الجديد للرواتب يحتاج تخصيصات إضافية كبيرة للموازنة التشغيلية، وهي مترهلة أصلا وتمتص أكثر من 80% من موازنة الدولة الكلية. وصلت الصحف التركيز على أوضاع العمال العراقيين، حيث نشرت صحيفة العربي الجديد تقريراً بعنوان في يومهم العالمي 6 ملايين عامل عراقي دون حقوق. جاء في التقرير بينما يقضي الموظف الحكومي في العراق عطلة رسمية بحلول عيد العمال العالمي، يتجه العامل في العراق إلى عمله اليومي، حيث بات الموضوع حديثا على منصات التواصل الاجتماعي التي تداولت صورا لعمال يتوجهون صباحا لكسب قوتهم اليومي، وكأن لا راحة لهم حتى في عيدهم. مشاكل كثيرة تواجه العمال في العراق، ارتفعت أعداد البطالة في صفوف خريجي الجامعات والكليات، ما دفعهم إلى مزاحمة العاملين على أعمالهم رغم عدم وجود ضمانات حقيقية للعمال لحفظ حقوقهم المادية وحتى الصحية، فلا ضمان صحي ولا اجتماعي على الرغم من المطالبات المستمرة دون استجابة. بحسب إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي العراقي للإحصاء، فإن عدد العاطلين عن العمل في البلاد يتجاوز 4 ملايين فرد من مختلف الأعمار، من بينهم حملة شهادات جامعية. ولم تقتصر مشاكل العامل في العراق على توفر فرص العمل أو الأجور التي يتقاضوها، بل إن هناك حديث عن أن العمالة الأجنبية زادت من حجم المعاناة، خاصة مع وجود قرابة 1 مليون عامل أجنبي يعملون في العراق، أغلبهم لا يمتلكون موافقة رسمية بحسب تصريحات حكومية. العمال في العراق يعيشون حياة بائسة بسبب أصحاب القرار، كما يعانون من عدم ضمان حقوقهم وعدم تشريع قوانين تليق بهم، ولا تتناسب الأجور التي تمنح للعمال مع حجم الغلاء في السوق، وفق رئيس اتحاد نقابات العمال الذي يوضح أن الراتب الأدنى للعامل لا يتجاوز 350 ألف دينار شهرياً. حول الفساد الإداري في الوسط الرياضي في العراق، كتب جعفر العلوشي مقالاً في صحيفة كتابات الإلكترونية يقول فيه لا يوجد ملف أخطر من الفساد وأدواته على حياتنا ومستقبل أجيالنا، فالفاسدون كالسرطان الخبيث في جسد المرء لن تبتر منه الجزء في بدن المريض إلا وفاجأه بالتجدد والانتشار في أجزاء أخرى من الجسد. يقول الكاتب لم يكن بالحسبان من قبل، ولعل في وسطنا الرياضي الأكثر وضوحا وتكشفا على أمثال هؤلاء واختياراتهم الخبيثة في نفث سمومهم. والمشكلة الدائمة هي أن تشخيص الفاسدين وملفاتهم لا يقابل بالحزم القانوني الجاد وكشفهم سعيا لإيقافهم
عند حدودهم. كم من مرة تناولنا فيها أزمة منحة الرواد التي تم صرفها واختفت ولم يعرف مصيرها والبالغة 1,800,000,000 دينار، وقد أشبعها الزملاء في البرامج والصحف نقدا وبحثا وتحليلا دون أن نرى بادرة حقيقية لإعادة الحق إلى أهله. وكم مرة تناولنا قاعة أرينا في المجمع الوزاري لسعة 7,000 متفرج والمليارات التي صرفت عليها، ثم اتضح ضعف أساساتها وبناؤها غير السليم، وأن الشركة متورطة مع حزمة الفاسدين لتبقى القاعة تعاني الاندثار التدريجي الذي وصلت إليه، ناهيك عن ملاعب التاجيات وعم بابا وكركوك والديوانية وبابل وديالة وذقار التي كلفت مال العراقيين مئات المليارات دون أن ترى النور. وتتهم وزارة الشباب الشركات بالتلكؤ والفساد في محاولة لإبعاد الشبهات عن مسؤوليها، وهو ما لا يقبله عاقل. فهل من المعقول أن يلدغ خبير من الجحر ذاته عشرات المرات وبنفس الطريقة؟ أين خبراؤكم وفضاحلكم ممن تبجحتم بهم؟ وهل باتوا جسراً لمرور الشركات الفاسدة؟ كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تهرب دول من التورط في المواجهة الأمريكية مع الصين وروسيا. وفي الوثائق التي باتت تعرف باسم تسريبات ديسكورد، فقد حاولت باكستان ومصر والهند عدم اتخاذ موقف من الحرب الروسية في أوكرانيا، مما عرض أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدولية للخطر. وفي التقرير الذي أعدته ميسي ريان، قالت فيه إن أجندة الرئيس بايدن تواجه تحديات مهمة في وقت تحاول دول صاعدة تجنب المواجهة الأمريكية الروسية الصينية، وفي بعض الحالات استغلال التنافس لتحقيق منافع خاصة بها. وهذا ما كشفت عنه الوثائق المسربة على منصة ديسكورد، وهي تقدم نظرة نادرة عن الحسابات الخاصة للدول الصاعدة بما فيها البرازيل والهند وباكستان ومصر. ليس من الواضح من سينتهي في موقع القطب بعد 10 أعوام، ولهذا فهم بحاجة للتنويع وتحويط رهاناتهم. وهذا واضح في حالة باكستان التي تلقت مليارات الدولارات كمساعدات اقتصادية وأمنية من أمريكا بعد هجمات 11 سبتمبر، ولكنها تعتمد اليوم على الصين في مجال الاستثمار والقروض. وكذا الهند التي حاولت تجنب اتخاذ موقف بين واشنطن وموسكو خلال نقاش في 22 شباط فبراير بين مستشار الأمن القومي الهندي أجيت كومار دوفال ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، كما في وثيقة أخرى مسربة. وأكد دوفال لباتروشيف على دعم الهند روسيا في المحافل الدولية، وأن نيودلهي تعمل للتأكد من عدم تعرضها لضغط في أثناء استقبالها قمة 20. وحاول قادة في عالم الجنوب موضعة أنفسهم كوسطاء دبلوماسيين بين المتنافسين الثلاثة، كما في حالة البرازيل التي حاول رئيسها لويز إناسيو لولا دي سيلفا البحث عن دور قيادي لبلده بعد سنوات من العزلة في ظل جائر بولسونارو. إلى صحيفة القدس العربي ومقال الكاتب مثنى عبد الله بعنوان: هل يتكرر مشهد المواجهة بين ترامب وبايدن في الانتخابات المقبلة؟ يقول الكاتب بأن التحديات التي تواجه بايدن لا يمكن له أن يقفز عليها، وهي عديدة. أولها عامل السن، إذ أنه يبلغ الآن 80 عاما، وبذلك سيكون أكبر رئيس أمريكي في سدة الحكم. ثانيا النفور الشعبي من هذا الترشح. ثالثا العامل الاقتصادي، فرغم وجود إنجازات حصلت في هذا المجال في عهد بايدن، لكنها لم تفلح في تخفيض مستويات البطالة ولا مستويات الأسعار أيضا. ماذا لو أخفق ترامب في أن يكون مرشح الحزب الجمهوري وترشح شخص آخر أصغر سنا وأكثر قبولا من الناخبين الأمريكيين؟ يقينا أن كل ذلك سيغير معادلة الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي. لقد استفاد بايدن في انتخابات عام 2020 من الحملات الانتخابية الافتراضية، حيث لم يكن مضطرا للذهاب إلى المدن الأمريكية للترويج لنفسه ومواجهة الناس والتنقل كثيرا بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم العمل بها لمواجهة جائحة كوفيد-19. هذه المرة لن يكون الحال كما كان، بل سيكون أمامه مواجهة وسائل الإعلام التي ستركز على كل تحركاته وتتساقط هفواته. صحيح ذلك الحديث الذي يسوقه البعض من أن بايدن بيده أوراق كثيرة اقتصادية وجيوسياسية وسياسية، وكل هذا يمكن أن يكون في صالحه، لكن الصورة تكاد تكون كل شيء في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، وتلعب دورا أساسيا
في التأثير في الصندوق الانتخابي. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. والآن نشاهد وإياكم الكاريكاتور. إلى جولة مصورة في قرطبة، مكن النحات مانويل كاتشينيرو من تحقيق حلم حياته قبل أعوام عندما اشترى منزلا تاريخيا يعود إلى عصر الباروك في مدينة قرطبة جنوب إسبانيا. ويضم المنزل الذي بني في عام 1782 بشارع لا بالما أعمدة ونقوشا بارزة وجذابة. العرب أو من ظلوا يحكمون مساحات شاسعة من شبه جزيرة إيبيريا لما يقرب من 800 عام كانوا من رفعوا حقا مستوى تصميمات الأفنية لترتقي إلى مستوى الفن. وعندما قام عبد الرحمن الداخل وهو من الأسرة الحاكمة الأموية والملقب بصقر قريش بتأسيس إمارة قرطبة المستقلة في منتصف القرن الثامن، وضع حجر الأساس لمدينة كان يبلغ تعداد سكانها نحو 500,000 نسمة. يسعى أحد الباحثين إلى اكتشاف مضادات حيوية جديدة في كوستاريكا من خلال دراسة البكتيريا الموجودة في وبر حيوانات الكسلان، بعدما لاحظ أن هذه الثدييات الاستوائية لا تمرض إطلاقا. ويشير ماكس شافاريا من جامعة كوستاريكا إلى أن الكسلان تمتلك في وبرها بيئة حيوية فريدة من الحشرات والطحالب والبكتيريا يعتقد أنها توفر حماية لها. ويضيف لوكالة فرانس بريس إذا درس أحدهم وبر حيوانات الكسلان فسيرى حركة للعث وأنواعا مختلفة من الحشرات، وتكمن المسألة فيما إذا كان سيسمح مستقبلا باستخدام هذه المضادات الحيوية كالأدوية للبشر. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. واحدة من التحركات العالمية لعالم متعدد الأقطاب ومقارعة مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين يتمثل بمنظمة بريكس، والتي من المتوقع وبحلول العام 2050 أن تنافس أقوى الدول بحسب مجموعة جولدمان ساكس، حيث تشكل بريكس 41% من مجموع سكان العالم ونحو 25% من إجمالي الناتج العالمي و16% من التجارة العالمية بحسب فرانس 24.
إنها وباختصار مجموعة هائلة من الدعم المتبادل. أما عن منظمة شنغهاي التي توصف بناتو الشرق المنافس، فهي أضخم تحالف دولي يشكل نصف سكان العالم، ويضم 8 دول أعضاء و6 شركاء حوار و4 دول مراقبة وفقاً للأمم المتحدة. عالم متعدد الأقطاب. في خضم التنافس المحتدم، وجدت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفسها في موقع أفضل بوجود مصادر جديدة للضغط الدولي وفق لوكالة الأناضول. ولعل هذا ما أشار إليه الرئيس الفرنسي ماكرون بقوله: نحن قادرون على أن نكون القطب الثالث إذا كان لدينا بضع سنوات لتأسيسه، بحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية. فقيام نظام متعدد الأقطاب سوف يفسح المجال للأوروبيين للعب دور أكثر فاعلية. أما ما يميز الصين وسعيها أن تكون جزءاً من قطب عالمي جديد، فيكمن بكونها قوات عظمى تسعى إلى النفوذ من دون كسب المودة وإلى السلطة من دون الثقة، وفق لمجلة إيكونوميست. تراجع القطبية الواحدة. التخلي المتواصل عن الدولار الأمريكي المهيمن من شأنه تعريض ما يسمى بالنظام العالمي القائم على القواعد للخطر، بحسب CNN. فاليوان الصيني قد حل محل الدولار باعتباره العملة الأكثر تداولاً في روسيا، وفقاً لتقرير بلومبرغ. فيما تخلت 22 دولة عن الدولار تتصدرها العديد من دول البريكس وشنغهاي. زيادة على ذلك، فإن ظهور بكين كصانعة سلام من شأنه تغيير الإطار المرجعي للدبلوماسية الدولية، بحسب صحيفة الواشنطن بوست. فالولايات المتحدة لم تعد القوة المهيمنة ولا الدولة الوحيدة القوية أو المرنة، وفقاً لهنري كيسنجر. فهل برأيكم سيشهد العالم ظهور قطبين عالميين جديدين، شرقي تقوده الصين وأوروبي تقوده فرنسا؟ وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.